ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انت يا مدخن انت يا مدخن هتوب انت هتوب انت هتوب انت ربنا يتوب عليك يا اخي بحبك خايف عليك بتولع في حسناتك. عمرك يا مدخن ما هتكون وتد من اوتاد المساجد لان عمرك الملائكة ما هتقعد جنبك. رائحة الدخان يدخل المسلم الذي ابتلي بالتدخين الى بيت من بيوت الله فيؤذي اخوانه غاية الاذاء، ليس هذا من الدين. لازم يبطل سجاير. هتبطل هتبطل طب انت 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 هتبطل توعدني؟ طب بالله عليك دلوقتي تخلص من علبة السجاير حالا، خد قرارك، مستني ايه؟ مستني ايه؟